بقالي دلوقتي حوالي بتاع 25 سنة صياد أو أكتر كمان. مفيش دعم للصيادين، مفيش نقابة للصيادين تجيب حقوق. لو حد صياد جراله حاجة أو مركب جراله حاجة في البحر، مفيش أي حد يطلع يعين الصياد في النوات اللي بتيجي في يومين الشتاء دول. لو مركب عنده حالة غرق أو مركب فيه عطل أو أي حاجة، مفيش أي حد بيتحرك ينقذ الصيادين اللي في البحر. النقابة اللي فاتت دي طبعا مراكب ياما من عندنا هنا راحت، في مركبين راحوا في المينا عندنا هم واقفين، ما بالك بقى لو صياد بره في عرض البحر. في احوال بتيجي محدش بيقدر يعمل حاجه، المراكب بتروح عشان المينا عندنا هنا وحشه، مش مينا كويسه ومفيش خدمات في المينا عندنا. مستوصف هو اسمه بس مستوصف الصيادين، انما مفيش حاجه بتتعمل للصياد خالص فيه. لو هنقسم السنه على نصين، نص بس الصيف ونص الشتاء، النص الصيف كويس، انما النص بتاع الشتاء ده طبعا الصياد لو بيجيله حاجه في الصيف بيقدر يعيش بيها، فبيجي في الشتاء بيعاني طبعا من ايه؟ من قله الشغل عشان النوات اللي ايه المتكرره على طول مع بعضيها ورا بعضيها في الشتاء دي. ده كده السنار اللي احنا بنشتغل بيه. السنار ده مش النات، سنار دي. السنار ده بيتطعم كله طعم يا سبيد يا جمبري، وبكل ده بينزل الميه بنشتغله بيه. هو السنار ده كله. ده بتاع اللي هو الوقار والسمك المرجان الكبير، وفي المشانة اللي تحت منها دي السنارة دي بتاعت الشرغوش والدنيسة والمرجانة الصغيرة. ده من غير طعم ولا حاجة، بيترمى في المية الصبح أو العصر، والصبح بدري تاني يوم لازم يبات في البحر، وتاني يوم بيشيلوه حسب بقى الرزق اللي ربنا بيديهم. ساعات يطلع مليان سمك وساعات بيطلع فاضي خالص. المراكب الجر الكبيرة دول طبعا بيشتغلوا صيف وشتاء كويس معاهم عشان المراكب بتقدر تواجه النوات. اما مراكبنا احنا السنار مراكب صغيره هي ومراكب الغزل، وكل مركب حسب حجمه بيبقى له المكنه اللي هي مناسبه ليه. كده المركب بيبقى واقف كده، بيمشي قدام كده، بتصب تاني كده، بيجيب ورا، ودي السرعه بتاعت المركب. عايز طبعا المسؤولين يهتموا بينا شويه، يعملوا مراكب مخصصه لانقاذ الصيادين في حالات النو وفي حالات الغرق. الاهتمام بالمينا، عايزين سقاله كبيره طبعا المراكب تدخل تاخد من عليها جهاز وتلج. مركب مثلا زي ده بتتكلف 250 ألف جنيه، لو راح انا اخد 40 ألف جنيه.